هشام بيه 53 سنة، صاحب مشروع فلاحي بمعنى فلاح. عندي قمنا مع أصدقاء عملنا قائمة مستقلة هي بربر المستقبل رقم 6. في برنامجنا وأفكارنا أن القائمة المستقلة هي القائمة التي نجم تقوم بالعمل البلدي، لأن العمل البلدي ليس عمل سياسي أو حزبي، هو عمل مواطنة، عمل يكون فيه المواطن هو الساس وليس الحزب ولا السياسة. وبالتالي برنامج تمثل في برشا محاور، اللي هي تبربة غنية فلاحيا وعندها برشا موارد عقارية ومناطق فلاحية وأثرية، وعملنا في برامجنا باش نحسنوا من مواردها، باش نحسنوا من حياة تبربي. وليد الأندلسي، رئيس قائمة الجبهة الشعبية، أصيل منطقة تبربة، أبن على الجد. برنامجنا في الجبهة الشعبية يتمحور على 4 محاور: محور اقتصادي، ومحور ثقافي وبيئي، ومحور صحي. احنا عندنا مشكلة الصحة، المستشفى متاعنا مستشفى ما عندوش اختصاصات. احنا سعينا من قبل وباش نسعاو حتى يتحول الى مستشفى متعدد الاختصاصات. عندنا مشكلة في المراكز الصحة الأساسية خارج وسط المدينة، يعني في الأحواز، معناتها تفتقر إلى أطباء، تفتقر إلى إطار طبي كفء. باش نعملوا احنا في برنامجنا الانتخابي على تأهيل هذه المراكز الصحية بالإطار الطبي الكفء حتى تخدم خدمتها لصالح المواطن. فيما يخص المحور الاقتصادي، احنا عندنا برشا برامج. عندنا فيما يخص الأراضي الدولية اللي في المنطقة البلدية، باش نسعاو إلى حسم هذه الأراضي إلى صالح الشبان وصغار الفلاحين. وباش نعمل فيما يخص عمال الحضار، مشكلة كبيرة. عمال الحضار فما إلى يومنا هذا مازال عمال تخدم في الحظير. اليوم باش نحسموا الملف هذايا فرد مره، يعني فهمني، ونمكنوهم من حقوقهم. هذا في برنامجنا احنا كجبهه شعبيه. عندنا فيما يخص المنطقه الصناعيه الجديده والقديمه، زاد من برامجنا كونه باش نحسموها المنطقه الصناعيه القديمه بتهيئتها وحمايتها من الفيضانات واعاده تاهيلها باش تتقبل المستثمرين، في انتظار انه المنطقه الصناعيه الجديده معناتها تكون صالحه. فتحي الفرجاني، رئيس قائمه العهد المدني بالبرف. والله اليوم حصل لي الشرف باش نكون موجود وسط الخيان، ولقيت معناها حسن القبول، ولقيت ناس معناها في ممتازين وناس عندهم الكفاءة والجرأة ونجموا يخدموا قدرة الله تبربة ويملكوا معناها من مكانة ومن حنكة ومن الثقافة ومن مستوى تعليمي الممتاز اللي خليهم نجموا يقدموا حاجة تفيد البلد هذه. وإن شاء الله نكونوا معناها الناس كل يد واحدة، ونكونوا معناها في مصلحة تبربة وفي خدمة تبربة وفي خدمة أهالي تبربة، وخاصة شباب تبربة اللي هو معناها يعاني البطالة ويعاني فهم لا ضيق، قلة ضيق اليد. ونحاولوا معناها باش نكونوا معناها سند للمنطقه هذه. اسامه عويدات، عضو مكتب سياسي حركه الشعب وعضو مكتب تنفيذي. اليوم نلقى روحي عندي مسؤوليه اكبر، اللي هي مسؤوليه الترشح للانتخابات البلديه في تبربه، ومسؤوليه المجلس البلدي في تبربه، وعلاش لا رئاسه البلديه في تبربه. هذاك علاش اليوم معناها بالنسبه لي المسؤوليه ماشيه وتكبر كل ما نقربوا لنهار 6 مايو. اليوم اللي طالبوا وانا حاجه برك، اللي طالبوا وانا انه الشباب في تونس يمن اللي عنده القدره وعنده الكفاءه وعنده الحاجه اللي ماهيش موجوده، الاراده، انه يغير. اليوم نحن بنينا فكرتنا على فكره قائمتنا على الاراده واراده التغيير، اراده التغيير وثقافه العمل. اليوم نحن ناويين قدره ربي داخلين للمجلس البلدي باش نخدم ليل ونهار، على خاطر عندنا برشا مشاكل نحن نعرفوها وما ذكرناهاش بالحمله للحمله، نحن نعرفوها وحاشتنا باش ننفذوها. وقت نلقاو مشاريع معطله نحبوا نضربوا على الطاوله، ويكون عندنا مسؤول قوي في تبربه يفعل لخاطر تبربه. احنا نحبوا نمشيو في بروسيدور انه يدينا كل تكون محلوله للناس اللي باش نخدموا معاها، مواطنين، مجتمع مدني،
وشركائنا في المجلس البلدي على اساس انه ما بعضنا باش نبنيو تبربه اللي اولوياتها نحددوها ما بعضنا باش تكون انظف وازين واحلى. علاش؟ لانه شعارنا احنا معانا نحن نحبوا تبربه تحلى، نحبوا تبربه تحيا. هذاك علاش ترشحنا للانتخابات البلديه، هو منا جاء اراده للتغيير باش تبربه تحيا. وكما تربينا واحنا صغار على تبربه تعيش، نحبوا نربيو صغارنا على تبربه تحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قثير البيتري، استاذ تعليم ثانوي، متحصل على الاجازه في الحقوق، متحصل على الاجازه في علم الاجتماع، ماجستير في الحضاره وحوار الثقافات، مكون في بعث المشاريع، مدرب في التنميه البشريه، ناشط سابق في المنظمات والجمعيات، ولاعب سابق في كره القدم، اصيل منطقه تبربه، رئيس قائمه حركه النهضه بتبربه للانتخابات البلديه. والله هذه رساله تاع التنوع، ولا بد من التعايش مع بعض اليد في اليد. هذه نحن اولاد منطقه واحده وهدف مشترك. المشكله نتاعنا انه ليس في التنوع وفي الاختلاف، وانما في كيفيه اداره الاختلاف. لابد ان نحولوا التنوع نتاعنا والاختلاف نتاعنا الى قوه مقترحات، الى اثراء، الى ان نحاولوا مع بعضنا اليد في اليد نبنيه، نساهموا في التغيير، نساهموا في تركيز السلطة المحلية. هذه الهدف متاعنا، ونحس اللي فما تواصل وتجاوب مع كامل القائمات، وأنا نشكر كل القائمات على الشجاعة وعلى روح المسؤولية اللي ناس تقدمت لتحمل المسؤولية في الوقت اللي بارش ناس خافت وحاولت أنها تظهر معناها في المظهر بعيد معناها على تحمل المسؤوليه في البلديه. لودي با بصراحه كان ممتاز جدا. هذا يوريك اللي تبربيه مع بعضهم كي تحط في اليد قدس ربي نجموا يخدموا بالبلاد. هكا ريتو ماريا ما فماش لا مشاكل لا حزازيات كلاميه لا حتى شيء. الحمد لله ان شاء الله القائمات كلها تتلم بعداش. هذاك هو الرسم، انه بعداش لازم في المجلس البلدي كي ترشحوا يكون الناس كلها اليد في اليد باش نقدموا ببلادنا. والله انا بالنسبه لمشاكل تبربه ما يختلفوش على اثنين، مش حزبين، ما يختلفوش على اثنين، هي المشاكل اللي تحسها الناس كل، والمشاكل اللي عانت منها الناس كل. احنا مثلا انا في عمري انا هذا المشاكل اللي حسيتها انا، كيما حسها كثير، كيما حسها هشام، كيما حسها تبربيه الكل، الكلنا نعرفوا مشكلتنا، وكلنا بريسك نقدموا في حلول تتشابه لبعضها، لانه هذاك اللي يلزموا باش يكون. والله العبء الكبير نجم ما يكونش موجود في المراكز، خاطر هنا نجم تكون خلاتك معناها ما تنجمش تخرج لي عندك السؤال اللي طرحت. ماهيش تبربه مشاكلها كبيره برشا، مشاكلها كبيره برشا. تبربه تحتاج معناها برشا وعي وبرشا تفكير وبرشا جهد. تبربه تحتاج رجال ميدان، وانا كرجل ميدان فهمتني نفهم شنو معناها الميدان، لأن العمل البلدي هو عمل ميداني بحت، ويلزمنا احنا نكونوا فاعلين بطريقه معناها كبيره برشا، خاطر يلزمنا تبربه منسيه، تحب ولا تكره تبربه منسيه، ما عندها شيء تبربه. تبربه اليوم اصبحت معناها معزوله، قريبه تبع 30 كيلومتر توصل ولكنها معزوله، ما يوجد فيها حتى شيء، لا منطقه صناعيه لا موارد لا مهمش. هو مشاكل تبربه مشاكل واحده والناس كلنا عرفوها وكلنا عايشين في تبربه. هذاك علاش يمكن اجاباتنا كانت تتشابه، لكن اللي يفرق هو التفاصيل، كيفيه انجاز هذه المشاريع. احنا في رؤانا في حركه الشعب، واحنا كمجموعه نتاع شباب مترشحين اللي قائمتنا قائمه معدل اعمارها ما يفوتش 30 سنه. قائمتنا اللي اغلبها واكثر من شطرها مستقلين ذوي كفاءات، اللي نحبوا من خلال اللمه هذه واللي انا نعتبرها هي ملامسه اولى لخلق ثقه جديده بيننا وبين المواطن في تبربه اللي فقد الثقه في المؤسسات الرسميه. اليوم نحبوا نبنيو جسر تواصل جديد، احنا كشباب مستانسين بالناس ونتواصل مع الناس في كل مكان، لكن مع الجيل اللي سبقني بجيلين اللي كانوا موجودين معانا، احنا نحبوا نبنيو على حاجه جديده، اللي نحبوا نبنيو على فكره انه التواصل ليس فقط تواصل سياسي او تواصل لفائده مشروع معين او رؤيه معينه، لا، احنا تواصلنا من اجل مصلحه عامه، مصلحه تبنات وتربينا عليها واحنا صغار، هي مصلحه تبربه. لانه هناك قواسم مشتركه كثيره.
وهناك تشخيص عادة يكون في نفس المشاكل اللي نعاني فيها في تبرب، وجميع القوائم خدمت مثال على عديد من الملفات، وكانت عندنا نتيجة للتشاركية وعطت نتيجة إيجابية، خاصة في إعلان بالأمس مستشفى المحلي بتبربة إلى مستشفى جهوي، وهذا رسالة أنه نحن قادرين مع بعضنا، قادرين أنه نحاول نحطوا هدف مشترك اللي هو مصلحة تبربة، ونخدموا مثال على النتائج هذه، وهذه رسالة لابد أنه نستفادوا منها. تبربة ما نقول لكم حاجة، تبربية وقفوا على رواحكم، فيقوا على رواحكم واخدموا بلادكم. كلمة لأهلنا وبناتنا وأبناء تبربة، كونهم نحن باش نخدموكم، ماناش باش ناخذوا المسؤولية هكاك معناتها للتشريف، احنا تكليف مش تشريف، احنا باش نكلفوا أنفسنا باش نكونوا خدمة لأبناء شعبنا هذوم. والله تقديم ممتاز، أما نجم المواطن، المواطن توا هو عنده شوية معناها نفور من الانتخابات، واحنا حاولنا بما قدرنا عليه ربي باش نقدموا له الصوره الطيبه، ونجموا نحن معناها غدوه نجموا نقدموه للناس هذوما، وان شاء الله يكونوا معناها قبلونا، وان شاء الله يكونوا فرحانين بينا، وان شاء الله يكونوا معناها فهموا احنا شنو نحبوا نقدموه. وبالنسبه للافكار نتاع الخيانه كانوا موجودين بحثنا افكار نيره، وافكار تنجم تفيد البلاد وتنجم تفيد المواطنين تبربة، وتنجم معناها تقدم حاجات اللي تخرج تبربة من الوضع اللي هي فيه. انا عندي ثلاثة حاجات باش نقول. الحاجة الأولانية أنه أنا فرحان برشا اللي مؤسسة الياسمين شرفتنا اليوم في تبربة، وشفتوا الشباب في الجمعيات شنو قادر يعمل، هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية واللي أنا معناها مبتهج بها، أنه التجربة هذه زي ما تتعمل، زي ما تتعمل اليوم عندنا 365 بلدية، كيفاش اليوم البلديات هذاما الناس تقارب من بعضها وما يكونش التناحر السياسي قبل المصلحة المحلية نتاعهم. النقطة الثالثة واللي هي أهم، أدعوك أنه بعد ما نطلع المجلس البلدي تكون سلسلة نقاشات بشكل هذايا مع المجلس البلدي والمواطنين، ويكون في شكل ديبا مع الجمعيات بيسير، لأن الجمعيات والمجتمع المدني هو الفيصل، هو الحكم، وهو اللي باش يحاسبنا، واحنا نحبوه يحاسبنا إذا كان نقصوا. هذاك علاش اليوم الرؤية متاعنا والتصور متاعنا أنه علاش لا ما تكونش ثم مناسبات أخرى تجيو تشرفونا في تبربة مرة أخرى اللي هي داركم، تجيو تشرفونا وتقعدوا معنا وتسألونا وتسألونا على اللي قلناه واللي التزمنا به أخلاقيا في الكلام اللي تسألنا فيه مقبلا. أنا أقول هذه فرصة تاريخية، في 6 ماي لابد أن الإنسان يشارك ويمشي معاه يقدم صوته متاعه، هي التجسيد للمواطن، أن المواطنة هي التفاعل والتوازن بين ممارسة الحقوق والقيام بالواجبات. الانتخاب هو حق، منحولك القانون، مارس حقك باش ما تكونش رقم، بل رقم صعب معنا في الانتخابات هذه، وقوم بواجبك تجاه البلدية متاعك باش تجسد المسؤولية. غدوة ما تنجمش تسأل المسؤولين وما تنجمش تراقب المسؤولين إذا أنت ما قمش بالواجب متاعك. لابد فرصة ثمينة نوظفوها ونحاولوا أن نطبق مثال هالديمقراطية التشاركية، ونعطيه الأمل وفرصة مثال باش نبنيه مع بعضنا. نحن جينا باش نبنيه مع بعضنا، مناش باش نهدمه، جينا باش ننظفه ونصلحه، مناش باش نفسده. وهذه اليد في اليد، تبربة تحتاجنا، تبربة نحن مدينين لها، خيرها علينا، لابد أن نحافظوا على الأمانة هذه.